رجعنا لكم مشاهدينا مكملين معاكم سوالفنا وفقراتنا انطلاقا من سعي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز لدعم كافة المبادرات والبرامج التنموية ذات الطابع الإنساني. تم إنشاء هذه المؤسسة الخيرية لتكون بمثابة المظلة التي تستوعب كافة مبادراتها وبرامجها التنموية. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف مدير مركز رؤية لذوي الإعاقة البصرية بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الأستاذ فيصل العيد. هلا وسهلا بك أستاذ فيصل. أهلا وسهلا فيكم أختي، وأحييكم وأحيي السادة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله. هلا وسهلا بك. لو تدينا فكرة عن المؤسسة ورؤيتها ورسالتها أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا في البداية حقيقة أشكركم على هذا يعني التفاعل معنا وعلى استضافتنا في هذا البرنامج الجميل حقيقة وفي هذا الشهر الكريم. يعني مؤسسة الأمير محمد بن فهد هي مؤسسة خيرية برقم وتاريخ في الشؤون الاجتماعية. مؤسسة حملت حقيقة اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد صاحب الأيادي البيضاء حقيقة في المنطقة الشرقية. هذه المؤسسة تعنى بالتنمية الإنسانية، وهذه المرحلة أختي أنا لا أستطيع في خلال دقائق صحيح أني أعطيها حقها. المؤسسة مرت بثلاث مراحل باختصار حقيقة. المرحلة الأولى كانت في عام تقريبا 2000 ميلادي، حيث كان المسمى برنامج الأمير محمد بن فهد لتأهيل وتوظيف الشباب، طبعا الشباب والشابات، وكانت الأرقام جدا يعني ممتازة، حيث يعني تم تدريب تقريبا 39018 شاب وشابة. بعد ذلك تغير المسمى فسمي ببرنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بشكل عام، ثقافيا اجتماعيا رياضيا، وهذا يتواكب مع تغيرات الوقت. بعد ذلك أطلق عليها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، وهذه المؤسسة طبعا زي ما تفضلت في المقدمة الجميلة تحوي تقريبا 9 مبادرات. هذه المبادرات تتغير من وقت إلى آخر حسب احتياجات المجتمع. على سبيل المثال مركز رؤية اللي احنا اليوم إن شاء الله بصدد عرض أحد المواهب فيه بعد قليل إن شاء الله، عندنا برنامج الإسكان الميسر، برنامج بسمة حياة، طبعا بسمة حياة لمرضى السرطان من الأطفال الله يشفيهم جميعا إن شاء الله، مخرجات السجون، عندنا أفضل عمل خيري، القلادة في العمل الخيري على مستوى الوطن العربي، أفضل كتاب، تمكين المرأة، تحسين مساكن الفقراء. هذه كلها يا أستاذة لها يعني أهداف، كل مبادرة لها أهداف. ما هو شرط أن نكون على هذه المبادرات، لا، من الجميل في العمل في المؤسسة حقيقة أن هناك في تغيرات في المبادرات، فمتى احتاج المجتمع مبادرة جديدة تم المؤسسة أو تم الاتفاق على إدراج هذه المبادرة في العام الذي يحتاج فيه المجتمع لهذه المبادرة. طيب هذا باختصار يعني. تفضل. معك. طيب أستاذ فيصل، نبغى أهم أهداف المركز. الآن إحنا بنتكلم على مركز رؤية، طبعاً كوني أنا مدير مركز رؤية، فالمركز حقيقة له رؤية وله رسالة. فرؤية المركز حقيقة أن الكفيف مواطن فعال ومساهم في المجتمع، وإنسان يدرك ما له من حقوق وواجبات. فهذه كانت هي رؤيتنا كمركز للكفيفين في المؤسسة. نعم. رسالة المركز طبعا تتمحور في أن الكفيف من أبناء هذا المجتمع له ميزات وله حق الدعم في هذا المجتمع. الحمد لله الدولة ما قصرت في جانب الإعاقة بشكل عام. نعم. وتحديدا بشكل خاص في الإعاقة البصرية. نعم. هذه بالنسبة لرؤيتنا ورسالتنا عن الكفيف والكفيفة. نعم. أنت أيضا لكم برامج عالمية. طبعا الحمد لله احنا بصدد الآن الانضمام يا أستاذة إلى الاتحاد الآسيوي الذي يضم 22 دولة. ما شاء الله. الآن إن شاء الله محادثات يعني على وشك إن شاء الله أن احنا ننتهي بالانضمام
إلى هذا التنظيم الدولي الذي يضم 22 دولة. عندنا طبعا مشاركات لأبنائنا، منها ضيفتكم اليوم الأخت نالة، شاركت في معرض إكسبو دبي، وهذا المعرض يعني معرض عالمي تشارك فيه 158 دولة. الحمد لله شاركنا فيه مرتين، المرة الأولى كانت عام 2018 تقريبا، أجل بسبب كورونا لهذه السنة، والحمد لله كان حضورنا جدا جدا مشرف، مثلنا المملكة فيها الحمد لله بالطالبة نالة عناب، وأخذت لقب صانعة السبع، وكانت المشاركة جدا رائعة. أنا ما أدري الصور تعرضونها، كان حجم الحضور جدا كبير. نعم، نعم. وكذلك فيه سايت مي برضو من أحد المعارض الدولية الكبيرة التي تتواجد فيها شركات كبيرة منتجة لأجهزة الكتفين. فهذين المعرضين طبعا هم على أعلى مستوى. كذلك مشاركة ملتقى عمان برضو شاركنا، هذا الكلام كله خارج المملكة العربية السعودية. نعم، شكرا لك. شكرا لك أستاذ فيصل، يعطيك العافية. يسعدنا بعد أن ينضم معنا عبر فونو أستاذة نايلة عناب، عضو في مركز رؤية تتميز بصناعة السبح والعطور. أكيد راح تكون معنا الآن يعني على الهواء، ولكن بالفعل لما نجي نتكلم على هذه المؤسسة الإنسانية المهمة اللي اهتمت بهذا الجانب، اللي هم الأشخاص اللي هم أصحاب الإعاقة البصرية، وإنهم يخلوهم جزء فعال في المجتمع، وإنهم يندمجوا في المجتمع، وإنهم يكون لهم نصيب في هذا، في هذه الحياة، وفي هذا خلينا نقول المناكفة مع الحياة، ضروري جدا انهم يمارسوا حياتهم الطبيعيه بشكل جدا طبيعي بما يتناسب مع ظروفه وبما يتناسب مع وضعه. دعمهم وتقديم المعونه لهم وانهم يكونوا جزء فعال في المجتمع جدا مهم. احنا دائما نتكلم نقول انه الاعاقه هي اعاقه فكر، فكرك هو اللي يعيقك عن انك تتقدم او انك تتطور او انك تؤدي حاجه او عمل او يكون لك دور فعال في المجتمع، اما اي اعاقه اخرى هي مجرد اسمها اعاقه، فالمفروض انها ما تعوقك عن اي شيء، انت تتحداها وتتخطاها وتتعامل معها بانها حاجه عاديه. واحنا المفروض ما قصرت بعد يا ريم، يعني قدمت خدمات، قدمت مثلا الجمعيات اللي قاعد نشوفها احنا كل مالها قاعد تزيد في مواضيع مختلفه، مو بس على إعاقة معينة. بالضبط، يعني انه تكفل هذول الناس او هذه الفئة انها تحتويهم، انهم يكونوا عضو فعال في المجتمع، انهم يكونوا لهم دور في المجتمع ايضا. اما حكاية انه التهميش وانه حكاية انه لا خلاص ما لهم دور، لا، انا اشوف بالفعل يعني زي هذه المؤسسة وغيرها من مؤسسات انسانية او جمعيات خيرية كثير دعمت فئات مختلفة واصبحوا لهم جزء ومكانة مهمة في المجتمع ايضا، ليش لا؟ انسان ترى حتى الاسره لها دور مهم بانها تفعل الشخص هذا، انها تقوم معاه تساعده، ما تخليه خلاص انه يحس بوضع انه هو ما في منه او فايده انه مهشم بالفعل. بالضبط. ما ادري.